خبرنا الأول رح يبلش بمفاجأة عقد قيران الفنان حسين الجسمي، ويلي كشف عنها مدير أعماله من خلال نشره صورة جمعته بحسين على إنستغرام علق عليها: فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع، الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الأفراح. أما بجملة أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، أعلن الجسمي عن الخبر يلي تصدر الترند وعن الحفل، فأخذ منحة مختلف عن حفلات وقتنا الحالي واختار الخصوصية ليكون بعيد عن عدسات الإعلام والسوشيال ميديا وبحضور العائلة والمقربين، بالإضافة لبعض رجال دولة الإمارات ومنهم عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي. وعن شائعة عقد قرانه على الفنانة ليليا الأطرش، فهالشي نفى بكشفه أنه العقد تم على إحدى الفتيات من خارج الوسط الفني، ومن داخل الوسط هنأوا كتير من الزملاء منهم الفنانة أحلام. خبرنا الثاني ببلش من هالكلمات: أيقونة حقيقية وأسطورة مصرية، سأطلب منها عناقاً لاحقاً. هاي الكلمات وجهها النجم الهندي شاروخان للفنانة المصرية يسرى بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، وكانت سعيدة بكلامه وقالت: بصراحة ما كنتش متوقعة كلام شاروخان عني خالص، فكنت متفاجئة بيه ومش عارفة أرد.